بتواجه تكتلات دفاعية؟ خصمك قافل كل الحلول الفردية؟ لعبتك بتعاني من حالة مزاجية؟ ملكش غير حل واحد، علي معلول ملك كل الحلول. اهلا بيكم في حلقة جديدة من صبورة في الجول، واللي هنتكلم فيها على فوز الاهلي ضد صن داونز، واللي خلينا نبتديها بان مدربه موسيماني مدير فني مخضرم طبعا حاول في بداية المباراة انه يمنع الاهلي من اختصاصه وهو التحكم في ايقاع اللعب، نقل اللعب بمنتهى السهولة، نقل اللعب من اخر اليمين لاخر الشمال. عمل كده ازاي؟ بطريقة الدفاع باسلوب 4-4-2. خلونا نشرحها. مروان محسن موجود هنا، مجدي قفشة موجود في القلب، جونيور اجايي بيحاول يتحرك بين قلب الدفاع والباك اليمين، وحسين الشحات بيحاول يفتح الجبهة اليمنى بالشكل ده زي ما طريقة الاهلي دايما معروفة، وعمرو السولية دايما بيحاول يتسرسب علشان خاطر ياخد الباص اللي في العمق علشان خاطر يدور اللعب للاهلي. لكن فريق صن داونز كان بيدافع بتكتل كبير جدا. اولا كان قلب الدفاع والظهير الايمن قادرين ان هم يحاولوا يحموا الكوره من الوصول لجونيور اجايي، مع كمان عوده للجناح الايمن علشان يقفل الجبهه دي. ثانيا كان الجناح الايسر لصن داونز بيسيب مكانه ويدخل للعمق علشان يقابل عمرو السوليه بالمنظر ده، الارتكاز بيقابل مجدي قفشه وبيكون في ارتكاز تاني بيرحل على حسب المكان بتاع الهجمه. لو علي معلول زايد هنا هتلاقوه موجود هنا علشان خاطر يحاول يضيق المساحات على الاهلي بكل الطرق الممكنه. فبالطريقه دي قدر صن داونز يخلي زمن الهجمه للاهلي اقل بكتير في الشوط الاول، قدر كمان انه يمنع الاهلي من انه يعمل اكتر من 4 تمريرات في الهجمه الواحده، قدر انه يضيق كل حاجه على الاهلي ويحسس لعيبه الاهلي ان المهمه مش هتكون سهله ابدا. هنا مفترض انه كان يبان قيمه اللاعبين الكبار في التعامل مع المساحات الضيقه، الموهبه تبتدي تبان عند حسين الشحات، عند مجدي قفشه، عند عمرو السوليه، عند مروان محسن. لكن الحقيقه الاهلي واجه بطء كبير جدا من مروان محسن في التصرف مع الكوره. كان بيجيد بالمناسبه في حاجات تانية يعني هنتكلم فيها، لكن على مستوى انه ينقل لعب الاهلي بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، حسين الشحات كان بيعاني، مجدي قفشه كان بيعاني، ومروان محسن كان بيعاني. الاهلي كان بيتنفس امتى؟ كان بيتنفس بالتحديد عند جونيور اجايي، هو اللاعب الوحيد اللي كان عنده قوه وقدره على انه يقف على كورته، على انه يجتذب اكبر عدد ممكن من اللاعبين، وفي نفس الوقت ما يخسرش الكوره ضد الالتحام ده، فيقدر يعمل باص ينقل بيه اللعب لعلي معلول بالمشهد ده، ويخلي اللاعب اللي المفترض انه يامن الجبهه قدام علي معلول مجرد واحد بيجري ورا علي معلول، لانه جونيور اجايي كان متالق جدا في الموضوع ده. النقطة التانية مش بس التفاهم بين علي معلول وجونيور اجايي، هي مش مجرد تفاهم، هي حاجة متمرن عليها الاهلي وبينفذها من بداية الموسم. تقدر تشوفها ما بين جونيور اجايي لما كان بيبقى مهاجم، واسف لما كان بيبقى جناح مع علي معلول، تقدر تشوفها مع رمضان صبحي هو وعلي معلول، تقدر تشوفها مع اي لاعب لعب مع علي معلول في الجبهة اليسرى في الاهلي، وهو ان انا موجود في العمق جونيور اجايي، يبقى علي معلول هو اللي موجود على الطرف. طيب ماذا لو جونيور اجايي حاول ياخد اللاعب بتاعه الرقيب بتاعه يطلع بيه بره ارض الملعب ويقف بيه على الكوره هنا؟ وقتها مباشره بتلاقي علي معلول اخترق من العمق. الاختراق من العمق لعلي معلول هو واحد من اهم الحلول اللي بيفوز بيها الاهلي في المباريات اللي بيشارك فيها الظهير التونسي، وبيصنع دائما الفارق للاهلي عن طريق لعبه المقص دي. جونيور اجايي بره، علي معلول جوه، والعكس صحيح، ودي كانت نقطة التفوق اللي موجودة للأهلي. لكن يعيب الأهلي نقطة مهمة جدا على اللعيبة إن هي تحلها في مباراة الإياب، وهي إن اللعيبة عايزة تستلم الكرة في رجلها، مش عايزة تروح على الجول، أو بتعمل الانطلاقات بتاعتها متأخرة جدا، عينيها دايما على إن هي تستلم الكرة. بيبان ده إمتى؟ هتلاقوا في أكتر من كرة علي معلول دخل فيها للقلب، حسين الشحات كان موجود جوه مفترض إن عند منطقة الجزاء بالمنظر ده، دفاع صن داونز متراجع جدا، لكن بدل ما حسين الشحات يفكر ان هو يقف هنا علشان ياخد الكورة اللي جاية من علي معلول مباشرة على المرمى ياخدها كحل للتصويب، لا، هو كان بيحاول يقف هنا علشان ياخد الكورة من على بعد ويحاول يوقفها ويشوط. لكن على ما بتوصل له الكورة كان بيبقى لعيبة صن داونز قفلت المساحة بتاعت التصويب، فالدنيا بتبقى اصعب، فبيضطر انه يعمل الحل التاني، انه ياخد الجناح اكتر ومجدي قفشة اللي يكون موجود هنا، فمجدي قفشه يستلم الكوره يدورها لحسين الشحات. بس انت ليه بتطلع على بره بينما انت كان ممكن تدخل على الجول اكتر؟ ممكن جدا لو مجدي قفشه موجود هنا وانطلق خد الكوره من علي معلول بالمنظر ده، او اخد الثرو باص من عمرو السوليه بالمنظر ده، يكون افضل بكتير من التواجد على حدود منطقه الجزاء بدون اي فاعليه،
غير طبعا التصويب عمال على بطال بدون ما يبقى عندك قدرة في الحقيقة على صناعة الفرق عن طريق التصويب. فدي بعض النقاط اللي واجهها الاهلي في مباراة الذهاب. خلينا نقول ان هو التحليل عبارة عن انك تجمع الحاجات اللي بتتكرر كتير جدا، واللي حصل فعلا ان اكتر من مرة بيبقى حسين الشحات موجود على حدود منطقة الجزاء، لكن لو هو موجود هنا، لو متواجد على الخط الاخير مع دفاع سان داونز، يصنع الفارق للاهلي ويبقى فيه انياب للاهلي داخل منطقة الجزاء، بدلا من ان تكون انياب الاهلي اللي جاية هي مجرد الظهير الايسر للفريق، بينما مجدي قفشة صانع الالعاب انيابه مش بالقوة الكافية، حسين الشحات على حدود منطقة الجزاء انيابه مش بالقوة الكافية، مروان محسن انيابه بالقوة الكافية لكن رجليه مش بالسرعة الكافية علشان خاطر يوصل للجول. يمكن اللي بيتفرج على مروان واليو بادجي ياخد باله ان مروان ممكن تكون كورته اعلى حتى من اليو بادجي، لسه مش شفناش اليو بادجي بشكل كافي يعني. لكن على الاقل اليو بادجي عنده ميزة كبيرة جدا عن مروان، عنده الثقة في ان عنده السرعة وبالتالي هو بيروح على الجول. يعني اليو بادجي لما نزل كل الميزة بتاعته انه اخذ الكرة وقرر انه يحاول يعدي من بين الاثنين المدافعين، ليه؟ ايمانا وثقة في قدراته الفردية السريعة، ان انا لعيب سريع، ان انا ممكن اعدي فعلا منهم. بينما مروان محسن لو كان هو اللي في رجله الكرة دي، هو عارف كويس قوي انه مش هيقدر يفوت منهم بسرعته، فهيقف هيحاول يدور الملعب، هيحاول يباصي لاي حد قريب منه ويدخل منطقة الجزاء يستنى الكرة اللي بالهيد اللي مش هيلاقي فيها مساندة كبيرة داخل منطقة الجزاء إلا من جونيور أجاييه، مش هيلاقيها من مجدي قفشة، مش هيلاقيها من حسين الشحات. محتاج الأهلي إنه كمان يشتغل على النقطة دي لأن هي نقطة مهمة جدا. النقطة الأخيرة وهي خاصة بقلبين الدفاع، طبعا قدموا مباراة كبيرة جدا النهاردة ياسر إبراهيم ومحمود متولي، وكانوا أذكياء جدا في محاولة إن هم يلعبوا الاثنين، كانوا بيلعبوا كأنهم بيلعبوا مساحات بينهم ضيقة جدا علشان خاطر ما يدوش أي فرصة للمهاجمي سان داونز إن هم يخترقوا. لكن في نقطة مهمة قوي، السرعة اللي عند مهاجمي سان داونز سرعة كبيرة جدا، وفي ملعبهم بالتأكيد هيكون امتلاكهم للكرة أكبر بكتير ومش هيكونوا مجرد رد فعل. الأزمة اللي تقابل الأهلي مش إن الاثنين سنتر باكات يكونوا واقفين صح، الأزمة اللي بتقابل الأهلي إن الأهلي ما يحطش ضغط كافي على اللعيبة اللي معها الكرة لسان داونز. لو ما حطتش ضغط كافي على اللاعب اللي معاه الكوره هيطلع الباص بمنتهى السهوله، الباص مره مش هيعدي لان الاثنين سنتر باكات واقفين، مره هيعدي لان المهاجمين سرعة وبالتالي السنتر باكات هيخشوا في سبق، فالسبق ده ممكن يستدعي بقى ان بقيه لعيبه سان داونز تيجي تعمل التكمله من ورا وتصنع عليقه للفارق. لكن دايما منشا الهجمه هو اللي بيكون اهم بكتير تعطيله من مكان الخطوره نفسها، لان هي دي النقطه اللي بتصنع الفارق. تضغط على حامل الكرة ما يعرفش يطلعها تبقى كل دي انتهت، انما هتسيبه يطلع الكرة هنا بقى تبتدي تدخل في اختبارات انت في غنى عنها عشان تضمن التأهل الى الدور القادم وتبتدي المنافسة الحقيقية على لقب دوري ابطال افريقيا.